أعجب اسم الفنانة، فوجدت أن الاسم ماجد يعني ذات المجد والحسب وحسن القلب والكثير من كل شيء، وهي جمعت الكثير من كل الأشياء في هذا المعرض. وكلمة الغنيم تصغير للغنيمة والأصل العربي ويعني الفوز والكسب، فهي سمحة ومعطاءة وكاسبة وفائزة. مجد غنيم ابنة مدينة الناصرة، مرشدة مؤهلة متخصصة للفنون من كلية أورانيم، ومرشدة مؤهلة بالفن والرسم من أورانيم أيضا، وأنهت دورات في وزارة المعارف بالعلاج بالفن، تسامح بين الأديان، المساواة بين الجنسين، بيئة وحاسوب. أكملت دورة في تعميم الأزياء ومركز التأهيل المهني، معلمة طباعة للمكوفيين، راهبة الناصرية، صحفية، مراسلة صحيفة كل العالم. كل هذه الأمور اكتشفت عني كمجد وأنا ما بعرف، ما عرفتني عن حالي زمان. معلمة فنون لطلاب الصفوف الخاصة في مدرسة كفر كندا الإعدادية في سنة 2000، معلمة للفنون مركز خدمات المكفوفين في شعبر، معلمة في الناصرة لها إدارة أعمال، إدارة العمل التراثي شبابيك المصري. في هذه المسيرة العابرة امتدت حياتها ماجد غنيم من 1981 حتى 2013 إلى أن استقرت في إبداع. اشتركت ماجدة في حوالي 27 معرضا ضمن جمعية إبداع، وهي تستقبلنا اليوم بمعرضها الجديد الثائر على القائم بهدف التغيير أو التحسين للأفضل، وربما نقلة فنية نوعية من نوعها. تبقي ماجدة ثائرة بفنك منطلقة إلى الأفضل، وكلنا أمل أن تحققي أهدافك. الأمل أسهر ليالي وأبني علالي وأحقق آمالي وأحلامي.